المقابلة بين فريقين، لكل فريق رؤية وأهداف وتطلع. الفريق الأول يحاول أن يبقي البحرين بلدا للتمييز لا للمساواة، يريد أن يبقي البحرين قبيلة تأخذ رئاسة الوزراء ووزارات السيادة والمناصب الهامة، في القطاع الرسمي والقطاع الأهلي. يريد أن يبقي البحرين بلد الاستئثار غير المشروع بالثروة الوطنية لعدد محدود من الناس، فهم يمتلكون الأرض ويمتلكون نصيب من الميزانية العامة ويمتلكون المناصب بطريقة لا تخضع إلى المساواة والكفاءة، وبهذه الطرق طرق أخرى تتحول الثروة الوطنية إلى مصلحة وجيب عدد محدود في قبال بقية حرمان الشعب، فتموت نظرية عدالة التوزيع للثروة الوطنية. يريد هذا البعض أن يبقي البحرين بلداً استثنائياً في استجلاب مواطنين أو بشر من خارج إطار البلد، من خارج إطار البلد. بلد بحرين دولة عربية مسلمة اعترفت بها الأمم المتحدة بعد وصاية بريطانية مدة 150 سنة تقريبا، من 1820 إلى 1971، عندما اعترفت بها الأمم المتحدة بلدا عربيا مسلما عضوا في الأمم المتحدة، تكونت البحرين المستقلة فيها شعب. من التسعينات حتى الآن يتم استجلاب غير البحرين، ما لهم علاقة بالبحرين، ويتم تجنيسهم بطريقة غير قانونية، لا يخضعون إلى قانون الجنسية، ويتم إعطاهم الوظائف في الأمن والجيش ووزارات أخرى على حساب مواطنين. فبلد استثنائي، بلد استثنائي. نعرف القضية الفلسطينية وظروفها وإنشاء الكيان الصهيوني، هذا موضوع آخر، خارج هذا الموضوع ما أعرف بلد آخر، ما نعرف بلد. في فلسفة الهجرة في أمريكا بس قائمة على مبادئ مختلفة تماما، ما لها علاقة بالواقع. البحرين استثنائية ما في، واستثنائية نتيجة لهذا الموضوع، واستثنائية في أن الأجانب هم الذين يقومون بقمع في مرتزقة في ليبيا. ليبيا فيها مرتزقة، في مرتزقة في مكانات مختلفة، لكن حجم هاي عدد هاي المرتزقة قياسا بأجهزة الأمن البحرين تأتي رقم واحد. الحين طبعا لو أتكلم كلهم يطلعون لي جواز أحمر، بس أنت ما تعرف تتكلم عربي، ما تتكلم عربي. وإذا كنت تتكلم عربي فأنت أصلك من اليمن، أصلك من سوريا، أصلك من الأردن، أصلك يعني قبل 5 سنوات وعشر سنوات، يعني مو قبل 60 سنة، لا لا قبل هاي، ولازلت تحتفظ بجوازك الأردني والسوري والباكستاني واليمني. البحرين أو يراد هذه المجموعة تريد أن تبقي البحرين بلد ليس لشعبه وزن في
في البعد السياسي وفي في إدارة الشأن العام ما لهم وزن، ما لهم وزن، وزن سياسي. بالنتيجة بعد كل الكلام في كل النظريات السياسية في ثلاث سلطات، في سلطة تشريعية، في سلطة تنفيذية، في قضاء، يضيفون لأهميتها يقولون سلطة إعلامية، سلطة الإعلام، سلطة الرابعة، حكي من هذا. والسلطة التنفيذية يكون تحتها شيء مهم يميزونه أحيانا، الجيش، الأمن، الكذا. كل هاي السلطات ترأسها قبيلة واحدة. تشريع اللي ينتخب 40 بدوائر تمييزية، يعين 40 آخر يصادرون إرادة، انتهى التشريع. تنفيذ، رئيس وزراء من 71 إلى الآن أطول رئيس وزراء في العالم. القضاء ترأس الأسرة. دول الخليج بعد عندهم ماير، قال لي الدكتور حسين البحرنا دول الخليج ما يحطون من الأسر في القضاء، معلومة من عنده. هني الأسرة ترأس القضاء، محاكم، مجلس الأعلى للقضاء، وهي رئيسة الجيش وهي وزارة الإعلام. وين بقية الشعب؟ وين بقية الشعب؟ سفير الأمريكي السابق يقول أنا إذا يعني صارت عندي فرصة، وذكر المسؤول اللي يبي يتكلم إياه، مسؤول رفيع، قال أنا بقول إليه لأن كذي ما بقيتون للشعب مكان. هاي قبل الثورة، السفير السابق قال إذا صارت عندي يعني لقاء وشفت أن الجو يسمح بقول له هذا خطأ. فوين وزن الشعب؟ ماكو شعب، ماكو شعب، لا شعب بأي طوائف بأي عراق، ماكو شعب، لا سنة لا شيعة، ما في أحد، ما في إرادة شعبية غير موجودة. إرادة شعبية تملك قرار غير موجودة. يمكن تصير بعض الإرادة الشعبية متطابقة مع الحاكم، بس مو إرادته. إذا اختلفت الإرادتين هني تبين في إرادة شعبية أو لا. يراد أن تبقى البحرين بلد القمع لا بلد الحرية، بلد بين كل نقطة تفتيش ونقطة تفتيش نقطة تفتيش، بلد بين كل مركز شرطة ومركز شرطة مركز شرطة، بيت الشباب يتحول لمركز شرطة، البلدية تتحول لمركز شرطة، أكثر توسعات تصير في مراكز شرطة، وتستحدث مراكز شرطة جديدة. بلد القمع يحتوي على أعلى نسبة معتقلين في العالم، أعلى نسبة معتقلين سياسيين. عندنا الآن 2400 إلى 2600، الله العلم عند الله لأن الاعتقالات واجد. في كم؟ نصف مليون، 600,000. دور بلد عند هاي النسبة، ما في بلد في العالم، ما في على المشاكل الموجودة في مصر، ما في على الوضع السيء والمزري في سوريا، ما في هاي النسبة. هاي النسبة من الشعب، نسبة مو عدد، يمكن عندهم عشرات الآلاف، بس كم مليون هم؟ هم كم مليون؟ احنا نصف مليون. اذا عندك 2500 في نصف مليون، ما عندك احد ينافسك، انت رقم واحد في العالم. هم يقولوا هاي مو معتقلين سياسيين جنائيين، هذا لا، هم معتقلين في قضية سياسية، على مشكلة سياسية، لا هم حرامية ولا هم مسارقين ولا هم عندهم مشكلة. يراد إبقاء البحرين بلد انتهاك حقوق الإنسان لا احترام حقوق الإنسان. قبل تقرير بسيوني اليوم الأمم المتحدة، اليوم يعني مو اليوم، الأمم المتحدة أمس، أمنيستي انترناشونال هيومن رايت ووتش، وش يقولون؟ يقولون هذه التوجه والقوانين الموجودة
هذه تصادر المساحة الضيقة جدا من مساحة الحريات. هاي المساحة المحدودة قاعدة هذا الصادرة من قبل أنتونا خارج إطار مواثيق الأمم المتحدة، واليوم تروحون أكثر خارج إطار مواثيق الأمم المتحدة. هاي كلام اليوم، مو تقول هاي بس بسيوني وإحنا تبنى، لا هاي كلام اليوم، هذا كلام اليوم. بلد الاستيلاء الاستبداد للديمقراطية، والديمقراطية تعني الشعب ينتخب حكومته بطريقة سلمية، تداول سلمي للسلطة. ما أعرف معنى ثاني للديمقراطية. جلور تيف بري بعد مماطلة التسعينات، كان المفروض يجي قبل الانتفاضة التسعينات، صارت مماطلة وصارت انتفاضة، كان بيجي في 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 ديسمبر، صارت 5 ديسمبر 94 الانتفاضة وتأجل مجيء اللورد إفبري، وجا ويانا في سنة 2001-2002. كنا في الدبلومات مسوين إلى حفل استقبال أو شيء، قال الديمقراطية التي أعرف هي التداول السلمي للسلطة، وإذا التداول السلمي للسلطة مو موجود لا حد يتكلم في البحرين عن ديمقراطية، نقطع نهاية السطر. وهي حقيقة بعد ما يحتاج نلعب ونتكلم وديمقراطيتنا 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 ما يصير تقول ديمقراطية شعب لا ينتخب سلطاته، ما يصير سمها أي شيء ثاني، ما تصير. والديمقراطية حكم الشعب، هذه آليات حكم الشعب، هكذا يروح صناديق حرة نزيهة صوت لكل مواطن ينتخب سلطاته، إذا ما في ما تقدر تقول ديمقراطية. بلد تكريس عبودية البشر للبشر لا لله. كل هذه القيم ماذا تنتج؟ هذه القيم تنتج التخلف الحضاري، تنتج الفقر، تنتج العوز، تنتج كل أنواع التخلفات، كل ذلك لصالح مصلحة فئوية ضيقة ومصالح شخصية محدودة. ما يمكن تعبر كل هذا تحت عنوان المصلحة العامة، ما يمكن بلع المصلحة العامة، ما تبلع، ما في بأي منطق ولا أي عقل ولا أي معايير تقدر تبلع. في المقابل هناك شعب متحرك يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، لم يخرج أشرا ولا بطرا، لا يريد يظلم أحد ولا يريد أن يستأثر، يريد عدل، يريد حق. أي شعار غير هذا ما نتبنى، شعار عدل، شعار حق، شعار إنصاف. اثنين، هناك استعداد للبذل والعطاء في هذا الشعب، الشعب طالع طالب بحقوقه ومستعد، يطلع يضرب بالرصاص، يستشهد، يطلع ينجرح، ينفصل من عمله، يضايق في رزقه، مستعد أن يعطي من أجل إقامة العدل والحق. هناك مطالب حضارية مشروعة محقة يقدمها هذا الشعب في طريق الإصلاح، يتكلم عن مساواة، يتكلم عن عدالة، يتكلم عن ديمقراطية. فهناك مطالب حضارية إنسانية مشروعة، هناك قيادة واعية في هذا الشعب، هناك قيادة متمثلة في سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، ومتمثلة في الرموز المغيبة أستاذ عبد الوهاب حسين، أستاذ حسن، إبراهيم شريف، الشيخ المحفوظ وسائر الأحبة المعتقلين. هناك قيادات واعية مستعدة مستمرة موكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. هناك سنن تاريخية لابد أن تجري، ما يصير تتوقف هاي السنن التاريخية في البحرين، تصير بالعكس. واحدة من السنن التاريخية أن الشعوب يكون نفوذها ودورها أكبر باستمرار على حساب الواقع اللي كان قبل 500 سنة. قبل 500 سنة ما في شيء اسمه شعوب، كانت في أسر دماءها زرقاء تحكم كل الأرض، تحكم كل الأرض،
احنا في كل مكان في كل مكان في الدنيا كان هذا الموجود، حتى اجت الثوره الفرنسيه وجابت نمط جديد، وجابت الجمهوريه وجابت نمط جديد، وتهاوت في كل الدنيا النظريه القديمه مالت الاسر ذات اللون دماء الزرقاء، تهاوت ما باقي منها مكان، كلش قليله. هاي السنه التاريخيه، هاي ما توقف السنه التاريخيه، السنه التاريخيه ما توقف. أفهم منطق ليش توقف؟ تعيقها ظروف معينة. زين ليش الأوروبيين قبل؟ ظروفهم مختلفة. كلها تمشي، كلها تمشي. بعدين جو أوروبا الشرقية، جت أمريكا بالاستقلال، وبعدين جت أفريقيا حطت على القاطرة، وحطت أمريكا الجنوبية. الدنيا كلها بدون استثناء السنة التاريخية بتمشي. هناك فوق كل هذا رب يرى يعلم له القدرة، حكيم رحيم لا يخلف وعده. وينتج من ذلك سنة إلهية، سنة بشرية إنسانية، في سنن إلهية. سنة الإلهية إذا في أحد يقاوم الظلم، يقاوم الانحراف، يبذل ما في وسعه في مقاومة الظلم والانحراف، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ينشد الخير، هاي سنة إلهية. ينصره الله متى؟ متروك عند الله، بس استقم كما أمرت، ها؟ ابذل ما في وسعك. أنت شعب البحرين، أنت التي تدعو إلى الحق، تدعو للخير، واحد قوم لله مثنى وفرادى، ولا شعب كما هو الحال الآن، قطاع واسع يشكل غالبية من الشعب، يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السنة تقول أمر بالمعروف، انهى عن المنكر، اقصد الخير، الله سبحانه وتعالى ينصر، ينصر رسله. ينصر رسله على شنو؟ ينصر رسله لأنهم أمرون بالمعروف نهي عن المنكر، يدعون إلى الخير. ينصرك ضمن السنن الإلهية. أفلح من يصلي على محمد وعلى محمد. شكرا سماحة الشيخ. في ضوء هذا التوصيف الذي طرحته أو طرحته المعارضة للحكومة، فما هي الخطوات والفعاليات التي تطرحها المعارضة لدعم الحراك السلمي؟ هل سنرى خلال الأشهر القادمة فعاليات نوعية في هذا المجال؟ ليست المعارضة وأن الشعب كله لم يقصر، فهو في ثورة مستمرة بوسائل مختلفة، حراك شعبي، في حراك ليلي، في حراك أسبوعي كبير، في وقفات، في جهد إعلامي، في جهد حقوقي، في شكل مظاهر الثورة، ومظاهر الأمر بالمعروف، مظاهر النهي عن المنكر، مظاهر المطالبة بالإصلاح. هذا أمر هو الذي سيستمر، هذا برنامج، هذه استراتيجية المعارضة. تحط أسلوب إضافي، تحط أسلوب هني، تزيد الوتيرة، تزيد الكذا، هذا أمور موضوعية تدرسها بحسب إمكانياتها وبحسب الحاجة وبحسب الظروف التي تمر بها. ظهر على السطح خلال متابعاتنا للساحة من جديد الحديث عن طاولة حوار التوافق الوطني، فهل لسماحتكم بإلقاء الضوء على الخيارات المطروحة للمعارضة في هذا المجال؟ في ظل واقع البحرين المرجح الكبير بأنه لابد من حوار جاد حقيقي يفضي إلى واقع سياسي جديد، هذا المخرج اللي نشوفه في البحرين. وش الله عنده بعد؟ أنا ما أدري،
إذا عند الله شيء ثاني ذاك صوب الله. وفقا إلى ما أقرأه في واقع البحرين إنها بحاجة إلى حوار حقيقي جاد يفضي إلى توافق سياسي يصنع واقع سياسي جديد يقوم على مثل مختلفة عن المثل التي بدأت فيها حديثي، مثل التمييز، حتى مثل لا غير صحيح تسميته، يقوم على واقع غير الواقع السيء الموجود من التمييز والتجنيس والتهميش والاستئثار والاستبداد، وأصبح معروف في قيم إنسانية عالمية منصوص عليها مساواة حرية احترام حقوق إنسان ديمقراطية هي التي ينبع منها هذا الحال. هذه فكرة. الفكرة الثانية الحوارات التي تجرى بين حين وآخر هل تشكل حوارات حقيقية وجادة وبالتالي يمكن أو يؤمل منها أنها تفرز؟ هذا يدرس كل واحد يعني بشكل مفرد، يدرس كل واحد بشكل مفرد. أحيانا تستطيع أن تكتشف من أول يوم، أحيانا تحتاج أسبوع، وأحيانا مكتشفنا بعد خلنا أقول وأحيانا مكتشفنا، ولكن تأتي حسابات الربح والخسارة على مستوى الداخل وعلى مستوى الإقليم وعلى مستوى الدولي في ظل حسابات معقدة في المشهد السياسي، يقول هذا يجب أن يستمر في يوم، وهذا يجب أن يقاطع من الأول، وهذا يجب أن يرفض، وهذا يجب أن، فهذه تصبح في دائرة الإدارة التكتيكية إلى العمل السياسي والمشهد السياسي. ما هو قراءة سماحتكم لزيارة الملك لبريطانيا في هذه الأجواء؟ لا، ليس لدي. استخبرت بالزيارة قبل يوم أو يومين، وليست الزيارة الأولى، إلا الواحد يقدر يقول أن في أكثر من زيارة إلى هذا البلد، ولكن ما يلفت أو ما يمكن أن أقول إلى البريطانيين، إذا حدث أو مع استمرار القمع والتهديد بحملة قمع أخرى، أقول لا يلبسكم النظام البحريني يعني هالمقلق، وبالتالي تصبحون في نظر المجتمع شركاء في هذا القمع بطريقة يصعب فصلكم عنها. هذه الأسئلة متعددة تتحدث عن ما هو موقفكم من تمرد 14 أغسطس، خصوصا أن الحكومة تقوم بالتضييق على المعارضة ومنع مسيراتها. أعلننا ذلك سابقا، نعلنه مجددا. واضح أن الجمعيات السياسية لها برامج تعلن عنها عندما يكون إليها هي برنامج، في قوى أخرى تعلن عن برامج قبل تمرد وبعد تمرد، أكيد في قوى أخرى سياسية تعلن عن برامج مختلفة، ففي برنامج احنا نقوم فيه ندعو إليه نعتقد بأهميته نعتقد بالحاجة إليه، عندنا هذا موضوع، وفي قوى أخرى في الساحة موجودة، نحن نطرح هذه الصيغة للتعاطي مع كل القوى الأخرى. إذا إحنا داعين إلى، بقولنا داعين، هاي داعين لها الأسباب كذا، هاي ضمن ثورتنا. إذا في أحد داعي يبقى المعيار الموجود، ما دامت الدعوة سلمية، إذا كانت دعوة سلمية وأطر سلمية فهذه محل التأييد والمساندة، إذا كانت دعوة غير سلمية محل الرفض والتوقف. هذا موقفنا من كل العناوين التي يمكن أن تطرح، 14 16 20، بكرة يجي عنوان ثاني، بكرة يجي عنوان ثالث، بكرة يكون، هذا موقف ثابت وعام مبدئي. هل تعولون على القوى الغربية كالبريطانيين والأمريكيين؟ نعول على الله سبحانه وتعالى، وإذا سمع السائل وش في المقابل الموجود، فموجود شعب
موجود استعداد بذل، موجود مطالب عادلة، موجود قيادة واعية، موجود سنن تاريخية، موجود الله سبحانه وتعالى يرى، وموجود سنن إلهية. كنا مو موجود دول غربية. هاي المعادلة قائمة على هاي، ولكن هذا لا يعني أن هذه الدول المؤثرة يجب التواصل معها، التعاطي معها، والضغط عليها أيضا أن تأخذ مواقف تتناسب مع قيمها ومثلها التي تدعو لها من احترام الحريات، احترام حقوق الإنسان، دعم الديمقراطية. أريد أن نرى هذه المثل في مواقف الدول الكبرى، وعلى هذا الأساس يتم التواصل مع هذه الدول. سماحة الشيخ، أنت تقول ولي العهد شجاع، أين شجاعة هذا الرجل؟ في السؤال في خطأ أو في عدم دقة، يمكن الرجوع إلى الإجابة وهي مسجلة ومحطوطة على التويت ومحطوطة على جسمه. فيما يتعلق ولي العهد قال تحدث عن إذا إحنا يعني اعتدينا على نفس، إذا إحنا اعتدينا على مسجد، إذا فكانت الإجابة إيه أنتم اعتديتوا، فما يحتاج إذا، واطلعوا واعتذر مباشرة. هذه الإجابة، هذا جزء من الإجابة. والجزء الثاني أنه بالرغم من هالتعليل الإذا 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 الإذا، يبقى هذا فيه شيء من الشجاعة. هذه العبارة الموجودة. فالحديث عن ده التعليل باللف بالدوران بالكذا، إنه يبقى أن واحد يجي يقول إحنا نعتذر بطريقة ملفوفة عن هذا الدم، عن هذا المسجد، عن هذا الكذا، عن هالانتهاكات، عن هالانتهاكات، وبعدين يقول المعارضة عندها الشجاعة، إحنا نقوله لأن وين أخطانا، خلنا نجيب معايير دولية تقول إحنا أخطانا، إحنا نقول لك حاضري، جيب لي أحد في المنطق، إذا إحنا عندنا خطأ وشخص العالم إن إلينا خطأ مستعدين نعتذر عنه، بس العالم مشخص يعني هدم المساجد واستخدام القوى المفرطة والقاتل و و و و و هذه أخطاء تحتاج الاعتذار مباشر. سماحة الشيخ، جمعية الوفاق رموزها أطراف منها متحدثين باسمها دائما دائمي الانتقاد للشباب الثوري، ولا عدة لقاءات يتحدثون فيها عن الشعب يريد مملكة دستورية وفئة قليلة تريد إسقاط النظام. لماذا تتحدثون عن الشعب كله وتتجاهل الآخرين أو تتجاهلون الآخرين وتطلقون عليهم فئة قليلة؟ من حق أي فئة من الشعب أن تطالب بما تريد، ولها الاحترام والتقدير ما دام تتمسك بإطار العمل السلمي في تحقيق هذه الرغبة، وبذلك تنسجم مع المعايير الدولية في حق المطالبة بأي شيء ما دام يتخذ الأسلوب السلمي. هذا موقفنا من مختلف الدعوات ومن مختلف الحركات. نأخذ المداخلات. الميكروفون محمد جعفر علي ناصر إذا هو موجود. الميكروفون حسين البري. مداخل الأخ حسين البري إذا هو موجود. الميكروفون يروح عنده. الميكروفون إذا لو سمحتم. رجاء الالتزام بثلاث دقائق لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام. أولا عندي سؤال بخصوص المسيرات ومنع الحكومة للمسيرات. الدستور يقول في المادة 28 من قانون الحرية، حرية التعبير وإبداء الرأي، حق الأفراد في الاجتماع دون الحاجة إلى إذن أو إخطار مسبق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة. الجزء الثاني فرغنا منه من تهكينهم، بس الجزء الأول حق الأفراد في الاجتماع دون الحاجة إلى إذن أو إخطار مسبق،
ليش احنا نقدم اخطار اذا احنا من حقنا نطلع بدون اخطار؟ وليش نخلي اخطار يصير طلب من بدل ما نختار نختار وهم يرفضون؟ يعني صار مو اخطار طلب، وقت اللي هم يرفضون احنا نطلع ما نطلع، وقت اللي هم يوافقون احنا نطلع. المادة اللي قرأتها تفسر على الاجتماعات مثل هذا الاجتماع أو الاجتماعات الخاصة وليست الاجتماعات والمسيرات العامة. ولو كنا في دولة ديمقراطية فعملية التنظيم عملية مطلوبة وليس المصادرة، التنظيم. نفس الشيء هو التنظيم. التنظيم عملية مطلوبة، ما يحدث هو عملية مصادرة. عندما تحدث عملية المصادرة يتم الرد عليها بعدم الالتزام بالأوامر التي تصادر الحق، فيخرج الإنسان استنادا إلى المواثيق والمعايير الدولية التي تقول، هذا بيان الأمم المتحدة اليوم، أنه لا يجوز منع التجمعات السلمية. يروح المهم، بس إذا بتحاجج بحاججونك، بيقول لك ترى في كل الدنيا، في أمريكا، في بريطانيا، في كل مكان، هاي الدول الديمقراطية اليوم الشباب مو واقفين في بريطانيا يتظاهرون على الملك لما راح، ماخذين إجازة حتى يتظاهرون ضد الملك. شوف تنظيم ما يمنعهم، ما يقول هاي ملك مال دولة جاي وحتفضحونا وتعدونا، لا، واقفين ويقولون اللي يبغونه ما دام هو حكي والنتيجة هاي. بس ليش وقت مثلا هم يرفضون الاختار احنا ما نطلع؟ في كثير من الأحيان رفضوا الاختار وطلعنا. بالمجمل نحن نفكر ان ما نزيد يعني الكلفة، ولكن عندنا قرار واضح في حال ما وجدنا ان التضييق بدأ يمنع المستوى على الأقل المطلوب ولو مرحليا للتعبير عن إرادتنا، لكننا نطلع. ألا تعتقدون أن التعاون مع الأمريكي من أجل حل في البحرين غير واقعي، إذ أنه يتطلب أن تقدمون لأمريكا أكثر مما قدمها آل خليفة من الضمانات والتعاون مع الإسرائيل والوقوف ضد الجمهورية الإسلامية وأمور كثيرة، فهل أنتم مستعدون له؟ وإذا كان لا، فهل يبقى التماس الحل الأمريكي واقعي بعد ذلك؟ هذه الطرح ليس بصحيح، ليس مطلوب من المعارضة أن تقدم ما ذكرت. المعارضة لها مطالب عادلة تتصل بالمجتمع الدولي من أجل الحث على دعم هذه المطالب العادلة. في مداخلة أخرى، إذا الأخوان أي شخص عنده مداخلة، نساء، إذا في مداخلات ممكن يروح الميكروفون عندكم. الميكروفون عند الأستاذ خليل لو سمعتم. كل القيادات السياسية تشير إلى الوحدة الوطنية بين فرقاء المجتمع، بين الموالاة والمعارضة، فما هو سقف هذه الوحدة؟ وحدة في المجمل لدينا هدف حقيقي واحد، هو تغيير جذري ينتج منا احترام إرادة شعب البحر. هذا وحدة هدف. وعندنا أيضا اتفاق تقريبا كل القيادات والفصائل إلا موضوع خلايا الأشتر والسرايا المقاومة. لأمس في تقرير يقول أن سرايا المقاومة يمكن تدار، العهدة على التقرير أو على اللي كتب، يمكن تدار من أحد المواقع المشبوهة. غير هؤلاء دائما يأكدون على مسألة الخيار السلمي. إذن عندنا تقريبا أيضا وحدة أسلوب، اتفاق على الأسلوب السلمي. وعندنا إيمان بالثورة وعدالتها وقضاياها. فالمجمل هناك صف وطني واحد يطالب بالتغيير الجذري الذي يفضي إلى سماع إرادة شعب البحر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول الشيخ، لماذا لا تتبنى الوفاق المقاطعة الاقتصادية كجزء من الضغط على بعض الجهات المتنفذة وعلى بعض الأطراف
كحل سياسي بالإضافة إلى الحل السياسي والمسيرات أو غير ذلك. يمكن لأن نحن في غالبية الشعب لو أن احنا تبنينا المقاطعة الاقتصادية لكثير مثلا نواب اليوم اللي يدعون إلى قتلنا وإلى مطاردتنا مثلا بعض نعلم بأن هناك شركات تابعة للحكومة ولرئاسة الوزراء، فلو قاطعناها ممكن أن ننتج شيء أو نؤثر ونشيل حركة هؤلاء بدل من يعني بالإضافة إلى حركتنا السلمية السياسية. يجب أن لا تنطلق أي مقاطعة اقتصادية على أسس طائفية، ففي رفض واضح أن نقوم نقاطع بضائع سنة أو نقاطع بضائع شيعة. إذا في جلاد، إذا في أحد مو على أسس طائفية، على أساس أنه قاعد يمارس ظلامة واضحة إلى الناس، لا بأس بمقاطعته لأنه هكذا. سماحة الشيخ، من المعروف لدى الجميع أن القرار في البحرين مرتهن للدول الخارجية، لأمريكا أولاً وأخيراً وللسعودية. السؤال: لماذا أهملت المعارضة هاتين الدولتين؟ واحد يقول لا تروحون، واحد يقول لا اشتملون، بس هي الفكرة. الناس تتضارب في الجسم. لم تهمل المعارضة العمل على الأبعاد الإقليمية والدولية، بذلت ما في وسعها وفقا إلى الموازين التي تتحرك فيها المعارضة، ومن ضمن موازين المعارضة أن لا تكون عميلة لأحد، لا لإيران ولا للسعودية ولا لأمريكا. وهذا جزء من صعوبة أن تدير معارضة بناء على رؤية وطنية مستقلة. بس هذا اللي نشوفه، أننا نحن معارضة وطنية مستقلة تبحث عن مصلحة البحرين، ليست عميلة لأحد. سمعت الشيخ، ما هو دوركم ورئيس الوزراء يتحرك لإذكاء الطائفية مرة أخرى، وما زيارته اليوم لتجمع الوحدة الوطنية إلا أحد العلامات البارزة في ذلك؟ دائما لطرف السلطة قدرة على التحرك بأبعاد مختلفة، أمنية، إعلامية، تقسيمية، فتنوية، بناء على إمكانية هذه الحركة. ما نملك، نملك خطاب وحدة، نملك نشرح ما في أيدينا إلى الناس بأن الموضوع في البحرين ما له علاقة بصراعات طائفية ولا له علاقة بش اسمه هاي الموجود. اللي مستعد أن يوافق على البحرين الأولى التي ذكرتها أياً كان مذهبه بينعطى شيء من الفتاة، إلا يستعد أن يكون عبد إلى هذه الرؤية نعطي شيء من الفتاة، ما له علاقة وش مذهبه. ما في جلادين شيعة يضربون الناس وقتلون الناس موجود، ما في ناس معممين يلبسون عمامة شيعية يبجلون موجود، فالموضوع ما له علاقة بالسنة والشيعة. فنقول لكل أحبتنا، الموضوع له علاقة ببحرين إنسانية حديثة متحضرة أو بحرين متخلفة لا تحترم أحد، هاي الموضوع. فلا تنطلي هذه الشسمة. قيل في مقولات التاريخ، واحد بعد يبيع دنياه من أجل نفسه ماشية وخسارة، خسارة بيع دنياه. والله هذه الدنيا لو وش ما تصير، إذا ما في آخرة الدنيا ما تسوى تنعاش، كلها مر. فواحد يبيع دنياه علشان يقول والله أحصل وأنا وأمضي وعيالي، تروح تبيع دنياك علشان واحد آخر؟ أنت ساكن في قرقور وأنت عليك لديون وتبيع دنياك على فيلم. سماحة الشيخ، ما هي قراءتكم لتسريب بعض الفيديوهات لولي العهد أو لقاءات ولي العهد مع مجموعات من الوفاة؟
هذا ما كان لقاءات مع مجموعات من الوفاق. هذا الفيديو اللي يسموه مسرب فيديو فيه 300 شخص يعني مطالع طالع يطلع اليوم بيطلع باجر, وفي البحرين إذا اجتمعت هي اثنين ويطلع الخبر, فإذا اجتمعت هي 300 شخص. وهذا اللي اسمه بقية اللقاءات تنقل في الصحافة وفي الجسم في بيت خالد شريف, يعني لا هو الوفاق ولا شسمه. ألا يوجد من يفصل بقضية البحرين من الخارج؟ هل سترفعون إلى المحكمة الدولية؟ هل هناك دعوة دولية للفصل في قضية البحرين؟ هل تطرحون الاستفتاء الشعبي للخروج من هذه الأزمة؟ في مجموعة أمور يجب أن يعني نتأمل فيها. في سيادة الدولة, وهذا العنوان إذا طرحنا عناوين معينة لازم نشوف هذه العناوين اللي نطرحها والأفكار اللي نطرحها ممكنة أو لا. في القانون الدولي, في سيادة الدولة, في القانون الدولي, في مؤسسات المجتمع الدولي. هاي الأمور الآن يخطر في بالي. وطبعا في عنصر رابع, الإرادة إلى الدول المؤثرة. إرادة إلى الدول المؤثرة هذه لازم كلها تدرس حتى تقول إحنا نبى نسوي الأمر الفلاني. إذا الأمر الفلاني اللي تبى تسوي يتناقض مع سيادة الدولة وفقا إلى القانون الدولي اللي البحرين جزء منه في الأمم المتحدة, فعندك مشكلة أن ما قاعد تدرك موضوع سيادة الدولة, فأنت حاط مطلبك في مكان غير. إذا ما في إدراك إلى أن القانون الدولي يعطي إمكانية تحرك بهالمستوى وتروح الطالب بواقع ما يسمح فيه المجتمع الدولي, ما في إمكانيته. الإشارة إلى محكمة الجنايات الدولية, محكمة الجنايات إلها طريقين, ثلاثة طريقين بس كلهم هيك, إن تودي مو دولة, تودي شخص من الدولة لهالمحاكمة, أن تكون هذه الدولة موقعة ومصدقة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية. البحرين غير مصدقة. الدولة العربية الوحيدة اللي صدقت على هذه المحكمة الأردن. فإذا ما أنت مصدق ما عندك طريق تودي أحد من البحرين إلى المحكمة الجنايات الدولية, إلا إذا قرر مجلس الأمن أن يحيل الرئيس السوداني على محكمة الجنايات الدولية. السودان مين موقعة؟ يجي هني الأمين العام إلى المحكمة الجنايات الدولية, يدرس الملف, يسوي تحقيقه, يقول هذا نباه جيبوه, بناء على شو؟ مجلس الأمن. الآن احنا مو موقعين, احنا كذا نودي أوراق, ودي أوراقهم يستقبلونه. إذا هذه الأوراق تبينت أنه في جرائم ضد الإنسانية وكذا, يمكن أنه يصير حرحشة كذي أن بعض الدول تتبنى شيء تطرحه في مجلس الأمن. فهي الموضوع بعد ما أريد أفصل أكثر, بس هي سمعت أنتم لا تتبنون هذا المطلب, لماذا يعرض ذلك على صفحتكم؟ شوف, واحد يطالب بإسقاط النظام تتفقيه وتختلف معه, اختلف تتفق, هذا مطلب. مو بس يطالب بإسقاط النظام, واحد لا يتمسك بالعمل السلمي تتفقيه وتختلف معه,
بس هذا مش مبرر انك تستخدم في قبال القوة المفرطة وتؤدي الى شهادتها وتؤدي الى وفاتها. هذا امر وهذا امر. ممكن انا اتكلم صريح تقول انا خط ابنائي انا ضد المولوتوف وارفضها وارفض اي اعمال عنف واقولها اكثر من مرة ومحصل نصيبي والحمد لله. لكن لما تيجي تطلق رصاص حي او رصاص انشطاري شوزن وتقتل هؤلاء الناس وتجرح هؤلاء الناس وتغرق المناطق بالشسمة أقول هذا غلط. هاي موضوع. هذه خلاصة كلام موفد حقوق الإنسان مال الاتحاد الأوروبي لما إجا البحرين. قبل فترة كان في لقاء مال الاتحاد الأوروبي ويا دول الخليج سووه في البحرين قبل شهر ونص والتقينا بممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان. قال أنا قلت للنظام نظام يقول جابوا لي أشرطة فيها ناس ترمي مولوتوف وترمي أصياخ وتسد الشوارع وكذا وهذا عمل كلام الاتحاد الأوروبي كلامه يقول هذا عمل إحنا ندينا. لكن في نفس الوقت قلت لهم بس أنتوا أيضا ما يجوز تقتلونهم وتضربونهم بالرصاص. هذا لين عندنا في اليونان أيضا يطلعون يوناني عندنا في اليونان يطلعون يفلتون مولوتوف ويرمون كذا بس ما نقتلهم إحنا ولا نعاقب المجتمع عقابا جماعيا لأن في ناس طلعت قامت بعمل غير سلمي. في فإذا كان في إنسان مجروح كان في إنسان كذا كان في نعتبر هذا استخدام مفرط للقوة وهذا اللي قرر بسيوني في تقريره. بسيوني أحد العناوين الرئيسية استخدام مفرط للقوة عندما جاء إلى الشهداء لأنه ما قعد درس الجرحى يدرس آلاف الجرحى ما يدرس درس الشهداء قال هذا استخدام وقتل غير مبرر لا مبرر إليه ما أعطى على أي واحدة من ظاهرة القتل لذيك اللحظة أي تبرير استخدم تبرر استخدام مفرط للقوة. مداخلة لمحمد جعفر علي ناصر الميكروفون وصل هنا. بارك عليكم الشهر نشكر على زيارتكم قريتنا. عبارة عن مداخلة فيها عدة أسئلة بأسرع شوي. في كثير من الأحيان تتصرف قيادة الجمعية على أن لديهم تفويض واسع يتعدى مستوى ما من أجله انتخبوا من قبل الجماهير بل يعيدون بالرجوع إليهم في القضايا التي قد تكون مفصلية كما تفضل سماحتكم على سبيل المثال للحصر بموافقة الجماهير على دخول الحوار وهذا لم يحصل فيصبح بعدها الأمر بتسويق قرار تتوصل له قيادة الجمعية الذي قد يكون خلاف ما تعتقد به الجماهير باستخدام ثقل بعض الشخصيات كما حصل سابقا حين قاطعت الجمعية الانتخابات أصبح الدخول إليها خيانة لدماء الشهداء بينما حينما أتينا للحوار أصبح لمصلحة البلد. فكرة طرح نتائج الحوار على الاستفتاء تأتي بأنكم لن تستطيعوا تحقيق شعار الملكية الدستورية الذي كررتم مراراً بعدم تنازلكم عنه بالتالي يبرئ ساحة قيادات الجمعيات من أي عتاب بالقول بأن هذا ما استطعنا تحقيقه في ظل الظروف ولكم الخيار برفضه أو قبوله. السؤال ما الحاجة للاستفتاء بالأساس إن كانت الملكية ستتحقق وهي رغبة الشعب وهي ما ناديتم بسير الشعب خلفكم لتحقيق الملكية الدستورية. الآخر النقطة الأخرى إذا ممكن أبو علي تفضل. إذا كان خيار رفع سقف المطالب ممكناً وليس تصريحاً
فلماذا تبرير البقاء على ما هو دونه بحجة عدم واقعيته عمليا؟ وكيف يصبح بالأول غير ممكن غير واقعي وبالثاني ممكن؟ إذا كانت الجمعية تتحدث باسم الشعب فلماذا يخفى عنه الكثير من أمور اللقاءات، وإن كان أمر اللقاء بأركان النظام أمر اعتيادي كما تصرحون دائما، فلما إخفاؤه عن الشعب ولا نعرفه إلا من خلال وسائل الإعلام العالمية أحيانا وأنتم أقرب لنا؟ أليس من حق الشعب الاطلاع عليها؟ إن كنتم تجتمعون مع الملك طوال فترة الدوار بينما كان النفي من قبل القيادات هو السائد، إلى أن اتضح الأمر بعدها صرحتم علنا بهذه اللقاءات، فالأمر الذي قد يكون فعله علنا يسبب لكم حرجا، فلما القيام به سرا؟ النقطة الأخيرة تتعلق بالعلاقة مع الأمريكا. ألا تعتقدون أن التعاون مع الأمريكي غير واقعي بالنظر إلى بالنظر أن النظام باستطاعته أن يقدم ما لم تستطيعون ما لا تستطيعون تقديمه لهم من التنازل عن المبادئ، وأنتم تعلمون أن الأمريكان يلعبون على الحبلين من أجل مصالحهم، ولو كان هناك بادرة منهم لما حصل لنا، وكان باستطاعتهم منع القمع كأضعف الإيمان. بالنسبة تعقيبا على النقطة الأخيرة شيخنا، انتهيت من مداخلتي بأن بخصوص الغرب واستخدام الشوزن واستخدام الفيديو، أقول إن كنا نعول على الأمريكان وعلى الغرب فالمعارضة فهم يزودون المعارضة السورية بالسلاح ويسمونها سلمية، ويستكثرون علينا استخدام الحجر والمولوتوف ويسمونه عنفا. الغرب لا يريد أصدقاء بل يريد عبيد بل يريد عبيدا. إيران على سبيل المثال، لو من بكرة بس تقول إن إسرائيل نعترف بها ستكون أكبر ديمقراطية في الشرق الأوسط ويعترفون بها. نحن مع الأسف قيادات اللي نشوف على أرض الواقع لما نجي نتكلم وياهم دائما يذكر لك الوضع الدولي والإقليمي وينسى دور الله التوكل على الله، دائما يقول السعودية وأمريكا ولا نستطيع فعل أي شيء من دون أمريكا. أتصور بأن هذه هناك خلل في هذه المنهجية. السيد الإمام حينما جاءوا وقالوا أعلن جمهورية إسلامية في قعر الكفر، لا شرقية لا غربية، جمهورية إسلامية، وحينما سئل عن كل هذه الموازين قال لدي ميزان الله. أحسنتم شيخنا على نتائج الحوار وحاجتها إلى الاستفتاء الشعبي، لأنها من المفترض أن ترسم واقع سياسي سينعكس على الشعب. أما تفاصيل العمل السياسي بما فيه الدخول في حوار أو مقاطعة حوار أو اشتراك في انتخابات أو كذا، من الصعب أن تطلب من القوى السياسية الرجوع إلى استفتاءات شعبية في مثل هذه المواضيع، مع فقدها إلى آلية الاستفتاءات إذا كان الموضوع لازم أن ينظم بطريقة واقعية وحقيقية، واستمزاج الرأي العام إذا ما كان استفتاء. نعمل على استمزاج الرأي العام باستمرار. لا نقول أن القرارات التي تتخذها الجمعيات أو الوفاق دائما محل رضا من 100% من الناس، ما تصير، ولكن إذا أردنا الإنصاف فهي محل رضا غالبية جماهيرها، غالبية الجماهير التي نحسبها على تيار الوفاق أو أرض الوفاق أو مساحة الوفاق للوفاق المفروض أنها تسمع لها. بعد إذا واحد يعتبرني كافر ويعتبرني عميل خارجي ما 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 عير اعتمار إلى راية، بس إلا مني وفيه ويعتبرني أنا جزء من عنده ويقول بطريقة فهذا أعتبر له. قرارات الوفاق في غالبيتها تلتقي مصيرية، تلتقي برضا الغالبية من أبناء الشعب. نعمل استفتاءات واستمزاج رأي، مستفتاء نعمل استمزاج رأي بطرق مختلفة، منها بعض الأحيان قراءات علمية إلى القرارات اللي نتخذها.
وإذا أردنا الإنصاف راح نشوف هذا باستمرار موجود مع وجود المخالفين لهذه القرارات. الدخول في انتخابات 2002 خيانة لدماء الشهداء، لم تعبر اللفاق بهذا التعبير حتى ما نتجنى عليها. تكلمت عن أن في 2002 أستبعد، وإذا صرح فيه الأستاذ خليل لا نتبنى هذا التعبير عن المواقف. قد نخطئ موقف سياسي إلى أي طرف، ولكن نتجنب في الوفاق استخدام هذه العبارات أو الأحكام. موضوع رفع سقف المطالب إذا ورد بأنه ممكن على لسان البعض، أنا استخدمت عبارة ممكن أعيدها بهالمعنى، أنه فكرة الإصلاح التي نطرحها، إصلاح النظام من نظام ملكي مطلق إلى نظام ملكي دستوري حقيقي، فكرة السلمية التي نتمسك بها، فكرة محلية الحل التي نطرحها، هذه لها أدوات، لها ضوابط، منها وجود قيادة، منها وجود جمعية، منها وجود برامج على الأرض. إذا الدولة إجت واعتدت على هذه القيادة وعلى هذه الجمعية، هذه السقوف فيها بروحها تروح لأن ما عندها أدوات. يتم الطرح بهذه الطريقة، الطرح اللي أنا طرحته بهذه الطريقة. نعتقد بأن وللآخرين حق في طرح ما يشاءون من سقوف، وعبرنا عن هذا أكثر من مرة، وفي مقدمة كلامي عبرت عنه، في الإجابات عبرت عنه، ولكننا نعتقد أن السقف الواقعي بالنسبة إلى البحرين هو فكرة الملكية الدستورية وتطوير النظام وصولا إلى نظام ديمقراطي تحت عنوان الملكية الدستورية. لماذا إخفاء بعض اللقاءات؟ وتم الإشارة إلى أن اجتمعتون بالملك في فبراير، كان اجتماعنا بولي العهد، والملك، أنا التقيت بالملك، وأعتقد أنه كان تقريبا معلن ما هو كان شيء 12 فبراير و 16 فبراير، وبعدين صارت في لقاءات مع ولي العهد وحيطت بسرية من أجل إنجاح هذه اللقاءات. ليس هناك في الدنيا عمل سياسي مفتوح بالمعنى الذي تفضل به السائل وطالب به، مو لأنه خطأ، ما في الدنيا لا أحزاب ولا حكومات، لا أحزاب ولا حكومات. ألم يجتمع الإيرانيون مع الأمريكيين في أكثر من مقطع على مدى 30 سنة؟ ما في صفقة السلاح المعروفة إيران كانترا؟ ما في نوع من التوافق بطريقة وبأخرى في ملفات معينة؟ ما في المعارضة العراقية المؤمنة الملتزمة الوطنية، لقاءات مع الدنيا كلها قبل لا تتحول، ولقاءات مع، ما في أحد في الدنيا يمارس عمل سياسي مكشوف على الطاولة في كل لحظة، ما في، ما تصير. في أمور تحتاج إلى لقاءات خاصة، إذا صارت لقاءات عامة يعني نحط عليها 1000 مشكلة لأنها ما تنتج. إذا كان عندها فرصة أن تنتج، فما في أحد في الدنيا يمارس عمل سياسي، حتى الناس الأولاد اللي يبون ينظمون مسيرة بسيطة يسوون اجتماع بروحهم ويسوون مدري جنو ويكتبون شعاراتهم، وهي مسيرة بعد، مو عمل سياسي في قبال مطالبة بالديمقراطية ومعقد على مستوى محلي وإقليمي ودولي وكله موجود، ما تصير. ما في أحد، أي شيء ما موجود، حديث غير موجود، لا السيد الإمام يسويه ولا أحد يسويه في الدنيا. السيد الإمام عنده واجد أيضا من أموره الخاصة اللي لازم تصير إلى ما تستوي،
بعدين تنكتب في التاريخ نقاشات السيد الإمام ويا قيادة الإيرانية محطوطة للشعب الإيراني، شيخ رفسنجاني وسيد الخمنائي وفلان 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 يروحون إليه يقول له ترى هاي الوضع في الحرب، هاي وصلنا بهالطريقة، احنا نقاتل بهاي الأسلوب، يروح يطلع إلى الشعب الإيراني يقول له ترى احنا وصلنا لهالحالة ويكسر نفسية الشعب الإيراني. سنة هي سنتين الحرب العراقية الإيرانية ظروفها ما حد يطلع عليها غير الناس المسؤولين، عشرات الأشياء الموجودة. استلزم قرار بعدين صعب، يقول هاي القرار نتيجة إلى أن هذا قرار مثل السم، بس احنا لابد لنا من هذا القرار مثل السم، انت حط على الشعب هذا سنين ينعلج داخل سنوات. حرب العراقية مالتها 8 سنوات على الأقل، السنتين الثلاث الأخيرة هذا مطروح، مطروح قبل 3 سنوات إلى الشعب، لا مطروح ذاك اليوم يطلع السيد الإمام يقول أنا أقبل بوقف إطلاق النار وأتجرأ السنة، بس ذاك اليوم قبله محصور في دائرة القيادة يناقشون فيه. اللقاء مع الأمريكيين شو في الطرح الآخر؟ إحنا حركة إسلامية، حركة وطنية، جمعية الوفاق جمعية إسلامية تطالب بالديمقراطية. إذا أنت هاي مطلبك تقاطع الأمريكيين، تقاطع الأوروبيين، تقاطع ليش؟ ليش؟ شو الهدف؟ شو حققت؟ ماذا حققنا من فكرة مقاطعة أمريكيين؟ شو أريد أشوف؟ شو تقول لي أنت تعتمد؟ تقول لك إحنا نعتمد على الله وعلى شعبنا وعلى كذا، ولكن التواصل مع المجتمع الدولي أداة، ليش تتركها؟ قد ما تنتج إليك أنه يدعمك في المطالبة بالديمقراطية، تنتج بيان. الحين إذا ما كان في تواصل مع الأمم المتحدة، إذا ما إحنا طرشنا هالبيانات اللي طلعت الحين والمجلس الوطني هم فراغية يقعون يطالعون لك جلسة المجلس الوطني، احنا المعارضة اخذناها وديناها له، احنا طرشنا القوى السياسية الى نافي بلال طلع بيانها اليوم، اذا احنا ما طرشنا الامنستي ما يطلع بيان، اذا ما تواصلنا مع الفرنسيين ما يطلع بيان، فليش انا ما اتواصل مع المجتمع؟ يقول عيبونك عميل، احنا ما نرفض نكون عملاء، لو بنصير عملاء صرنا عملاء من زمان وخلصنا الموضوع. احنا حركة وطنية، هاي مطالب شعبنا، مطالب متحضرة إنسانية عادلة كذا، عندك منطق تطرحها؟ في موضوع المعارضة والموقف الدولي يدور أيضا حول مصالحة، ما نتواصل مع المجتمع الدولي، ما نتواصل مع المجتمع الدولي ناس مسبهين، نحن عارفين ندري المجتمع الدولي وندير علاقاتنا ومواقفنا وحركتنا وفقا لرؤية واضحة، بس يبقى المجتمع الدولي اليوم لا يستطيع أن يطلق على ما يحدث في سوريا حركة سلمية، هي كان قبل خلاص، الآن في قتال بين المعارضة تسمى المعارضة والنظام، أو تسمى المجموعات والنظام، ما حد عادي يقدر يطلق على الجسم حتى لا. أما في مسألة العنف أيضا رأي المجتمع الدولي في البحرين وخارج البحرين، إذا استخدمت مولوتوف ما يقدر يسميك سلمي. شو يعني هذا الأداء غير سلمي؟ مو الحركة كاملة غير سلمية، الحركة في البحرين كانت ولا زالت في غالبيتها العظمى سلمية، ويطلق عليها سلمية لأن وجود مجموعات محدودة تستخدم عمل غير سلمي ما يوصل الحركة كاملة. هاي المصريين سووا، التونسيين سووا، كلهم سووا، بس يسمونها حركة سلمية. سوريا انتقلت الآن ما عادت هاي الظاهرة موجودة، هذا المشهد الرئيسي هو القتال. تفضل. نأخذ في الختام مداخلة الشيخ محمد علي، سماحة الشيخ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. الثورات الشعبية الإصلاحية وحتى تحقق غايتها وتصل إلى تحقيق مطالب شعبها تحتاج إلى قيادة مؤمنة صادقة بصيرة مضحية. وإني أرى أن أحد الرموز الكبيرة في ثورتنا السلمية هذه هو سماحة الشيخ علي سلمان، والذي أثبت على مدى سنوات عجاف صعبة أنه أهل لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة الصعبة، وقد تصدى ونجح بتوفيق من الله في مفاصل كثيرة من حراكنا السلمي قبل 14 فبراير وإلى الآن. وعلى هذا الضوء أرى أن هناك واجبات أخلاقية تجاه هذا الرمز والقيادي المخلص وأمثاله، سواء هم أو بعضهم في السجون وخارجه. أولا، الدعاء له بالثبات، فالمسألة صعبة وخطرة وليست نزهة، والقائد يحتاج إلى بصيرة وقدرة على التمييز والتوفيق في اتخاذ القرارات الصائبة المناسبة. فبالدعاء من المؤمنين له ولأمثاله في القيادة يسدد الله هؤلاء نحو الصواب والرأي السديد. ثانيا، عدم المساس بهذه الشخصية القيادية المخلصة وأمثالها حال الاختلاف وتباين الرأي، لأن هذا يضعف الصف ويخلق حالة الإحباط، وقد يمزق الصف الواحد، والذي يجب أن يبقى متماسكا في كل الظروف. ثالثا، الدفاع عنه قدر الإمكان وعن كل القيادات المؤمنة المخلصة، نعم، مع بقاء النقد الإيجابي البناء بأساليبه الهادفة المناسبة. أيها الحضور المبارك، نحن كمؤمنين نؤمن بأن المشاركة في هذا الحراك السياسي السلمي هو دين، لا هوى ولا حماس ولا مزاج، وعليه لا بد من اتباع شرع الله في كل حراكنا مع الخصم أو داخل مجموعات الحراك وأطيافه. سنة الله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله لنا لن يتحقق في حراكنا وثورتنا هذه إلا إذا لزمنا الشرع في كل حراكنا. وهنا أقول: لا بد من ترك كل ما ينافي الشرع في حركتنا، لأنه يؤخر نصر الله وتأييده، ومنها الخلافات والتجاذبات بين المؤمنين إلى حد التسقيط والتخوين حال الاختلاف.
وليعلم كل واحد منا أن كل خطأ مقصود ومتعمد يؤخرنا زمانا ربما يكون طويلا من الوصول إلى ما يطمح إليه هذا الشعب الطيب. ختاما نشكر سماحة الشيخ علي على مجيئه هنا وعلى رحابة صدره أن يستمع لأبنائه وأخوته في هذا الطريق. شكرا للشيخ علي وشكرا لكم على الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أشكر مشاعركم الطيبة أخي وشيخنا العزيز. قيادتنا سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله، ورموزنا القيادية هم ليس حصرا ولكن أستاذ عبد الوهاب حسين، أستاذ حسن مشيمة، أستاذ نبيل رجب، الشيخ محمد علي المحفوظ، إبراهيم شريف وغيرهم من الإخوة في داخل المعتقل وخارج المعتقل. أنا أيها الأحبة أحدكم، فرد منكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لأداء واجبي الديني والوطني تجاه ربي وتجاه أهلي تجاه وطني وشعبي. ما تفضل به سماحة الشيخ من ضرورة العمل على مزيد من الألفة والمودة والتعاضد وشد أزر بعضنا بعضا، وذكر أنه أحد شروط تعجيل النصر وأحد شروط إنزال الرحمة الإلهية أتفق معه تماما فيه، وأدعو له وأحاول وأسأل الله أن يوفقني لأن ألتزم من جانبي بعدم المساس بأحد من العاملين صغيرا أو كبيرا في سبيل الحق وفي سبيل الخير. وعن نفسي أسر بأن يوجه لي أحبتي من إخوتي وأبنائي وبناتي ما يعتقدون من خطأ ارتكبته في قول أو فعل، فهم بذلك يعينونني على أن أسلك ما يرضي ربي وأن أصحح ما أخطأت فيه، فلهم مني جزيل الشكر والاحترام. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.